الرحيم. تواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان الشحانية لسباقات اللجنة العربية الأصيلة. شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعايته. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين في هذا الشوط، شوط خاص باللقاية القعدان. مباشرة نسير مع البداية وصدارة الشوط. أول الأسماء المندفعة وأول الأسماء الحاضرة هنا مع المركز الأول. نتابع مقدام مع البداية وصدارة الشوط بشعار هجن أم الزبار. يضمر ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصول من هوجان بشعار هجن أم الزبار. حمد بن سالم بن زاهرة من يتابع لنا هوجان مع المركز الثاني والمركز الثالث، وصول وتقدم من الأطلسي لهجن أم الزبار. يضمر عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول وتقدم من البصير بشعار هجن أم الزبار. سعد بن سالم الهولي النعيمي من يتابع لنا البصير مع المركز الرابع، ولكن دخول في هذه اللحظات من قبل اللي وصل في هذه اللحظات شديد بشعار هجن الشحانية. يضمر الشبل جابر بن سالم بن فاران المري مع المركز الرابع. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، شوطنا الرابع عشر الخاص باللقاية القعدان. مشاهدينا متابعينا الكرام، الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والشعارات الكبيرة الحاضرة والمنطلقة في هذه الأمسية التراثية الجميلة الخاصة بانطلاقات سن اللقاية. عودة هناك مع البداية، عودة مع المركز الأول وصدارة الشوط. مقدام من يقود الأسماء والتحديات الأولى من خلال حضوره المميز والكبير مع البداية بشعار هجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابع لنا مقدام مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الوصول والتقدم من الأطلسي بشعار هجن أم الزبار. عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري من يقدم من الأطلسي مع ثاني الأسماء والمركز الثالث، وصول وتقدم من هوجان بشعار هجن أم الزبار. حمد بن سالم بن زاهرة في عملية التضمير والمركز الرابع، وصول وتقدم من شديد لهجن الشحانية. الشبل جابر بن سالم بن فاران من يقدم لنا شديد، ولكن شوف الدخول من الجانب الآخر، وصل رسام بشعار هجن أم الزبار. عبد الله بن علي بن سلام الهاجري بدأ يقدم لنا رسام، بينما تابع هجن المرخية بدأت تقدم لنا أحد الأسماء المميزة في هذا الانطلاق. هنا يتقدم شديد منصور بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتابع لنا شديد، اللي غير بهذه اللحظات وانتقل إلى المركز الثالث. يا سلام، شوف الأسماء المميزة الحاضرة والمنطلقة في هذه الاندفاع المميزة والجميلة. هناك أسماء أيضا حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول صدارة الشوط. هنا البداية أيضا رسام هجن أم الزبار، تقدم لنا رسام بمتابعة عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري المحنك من يتابع لنا أيضا انطلاقة رسام مع المركز الأول المركز الثاني. نتابع شديد بشعار هجن المرخية منصور بن سعيد بن هدوب الوهيبي من يتابع لنا أيضا انطلاقة شديد مع ثاني الأسماء والمركز الثالث، وصول وتقدم من مقدام بشعار هجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يقدم لنا مقدام والمركز الرابع، وصول وتقدم من الأطلسي لهجن أم الزبار. عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري هنا أيضا يقدم لنا الأطلسي، وخامس الأسماء من يصل في هذه اللحظات، وصل مدلل بشعار هجن أم الزبار. مبارك بن صهرير من يتابع لنا مدلل في هذه اللحظات. هكذا هي الأسماء المميزة، شوف الخماسية هنا مشاهدينا متابعينا الكرام والكادر العلوي، وما يحمل لنا أيضا من انطلاقات مميزة وجميلة. يا سلام، البداية والمركز الأول غير مدلل، انتقل إلى صدارة هذا الشوط من خلال هذا الاندفاع المميزة والجميلة بشعار هجن أم الزبار. مبارك بن صرير الوحش من يتابع لنا مدلل مع المركز الأول. يا سلام، بينما المركز الثاني يتابع الوصول والتقدم في هذه اللحظات من مقدام هجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتابع لنا مقدام، ولكن شوف الوصول، وصل سياف أول نداء لسياف بشعار هجن أم الزبار. جابر بن علي النجم المري من يقدم لنا انطلاقة سياف والمركز الثالث.
وصول من مقدام، وأيضا يتابعون المركز الرابع من يصل مشاهدين الكرام. وصل الأطلسي بشعر هجن مزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري، هجن الشحانية تصل بمتابعة برنس جارلا بن عقيل، أيضا من يقدم لنا هذا الاسم المميز يصل الفال بشعار هجن الشحانية. هكذا هي الأسماء، شوف أيضا الاندفاع، وصول وتقدم من جلمود لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، ولكن عودة هناك مع البداية مع الأجواء الأخيرة، أجواء الكيلومتر الأخير والخطير، مدلل مع الصدارة يحمل الرقم واحد وهو في المركز الأول، يقود الأسماء ويقود هذه التحديات المميزة بشعار هجن أم الزبار. مبارك بن صرير من يقدم لنا مدلل، يا سلام انتاج ذرب ما شاء الله. هنا أيضا مشاهدين الكرام من يقود الأسماء والتحديات الأولى، الله الله الله، مرحلة الإقلاع هنا في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام، مدلل من يقود الأسماء هنا مع البداية مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط لهجن أم الزبار. مبارك بن محمد بن صرير، بينما المركز الثاني يتابع سياف لهجن أم الزبار جابر بن علي النجم المري. والمركز الثالث نتابع هنا الوصول من أبيض لهجن الشحانية، يضمر البرنس جار الله بن عقيل، ولكن عودة مع البداية، عودة مع مدلل، مدلل مدلل يا سلام، خلاص قفل الشوط، طار إلى خط النهاية، الله الله الله، يقدم لنا عرض مميز وجميل هنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأمتار الأخيرة. ها هو مدلل يحقق ناموس هذا الشوط من خلال هذا الحضور المميز والكبير بشعار هجن أم الزبار وإنتاج ذرب بالفعل. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار، والتهنئة لمبارك بن محمد بن صرير من يقدم لنا مدلل، تهانينا على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني أبيض بشعار هجن الشحانية بقيادة جار الله بن عقيل. المركز الثالث كان الوصول من سياف لهجن أم الزبار ضمن جابر بن علي النجم. والمركز الرابع وصل جلمود لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. والمركز الخامس وصول من مقدام لهجن أم الزبار ضمر ناصر بن حمد المسفر الشهواني. تابعنا هذا الشوط مشاهدينا الكرام، ولكن كان مدلل حاضرا مع الموعد يهدي هجن أم الزبار هذا الفوز والانتصار، ويهدي مضمر أيضا مبارك بن محمد بن صرير. توقيته الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية 7:35، 34 جزءا أو 32 جزءا من الثاني. تهانينا والناموس يجن أم الزبار، والتهني المبارك بن محمد بن صرير. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام مع ثاني الأسماء أبيض بشعار هجن الشحانية 7:41، 66 جزءا من الثانية. تهني لهجن الشحانية، وتهني لبرز جار الله بن عقير. المركز الثالث وصل سياف، توقيته الزمني 7:42، 28 جزءا من الثانية. تهني والناموس يجن أم الزبار، والتهني لجابر بن علي النجم المري.